أهلا بكم مشاهدينا الكرام من داخل النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بأكاديمية الشرطة المصرية بالقاهرة الجديدة، حيث نحتفل اليوم ونحتفي بأوفى الرجال، صمام الأمن والأمان لهذا الوطن ومصدر فخره، رجال لم يدخروا جهد ولا جهد ولم يتأخروا يوما من أجل تقديم أرواحهم فداء لهذا الوطن. إنهم رجال الشرطة المصرية الذين نحتفل اليوم بعيدهم، عيد مصر 25 يناير، ذلك اليوم الذي يبدأ الاحتفال فيه بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث المحطة الأولى في هذه الاحتفالية من مكان ما نقف الآن وهو قبر الجندي المجهول، حيث يقوم السيد الرئيس بأول يعني محطات الافتتاح بوضع إكليل من الزهور على هذا القبر إذانا ببدء احتفال مصر بعيدها، عيد الشرطة المصرية، ذلك العيد الذي يوافق 25 يناير من كل عام، تخليدا لذكرى خالدة ويوم سطر بأحرف من نور في سجل تاريخ مصر، حينما قام رجال الشرطة المصرية في محافظة الإسماعيلية بالتصدي لعدد كبير نحو 8000 من رجال الاحتلال البريطاني، كانوا يريدون اقتحام مبنى المحافظة وأيضا مبنى الشرطة بمحافظة الإسماعيلية، لكن رجال الشرطة المصرية البواسل قدموا نحو 70 شهيدا في ذلك اليوم للزود عن هذا الوطن والدفاع عنه رغم تفوق العدد والعتاد لقوات الاحتلال البريطاني، لكن الإرادة المصرية انتصرت في هذا اليوم بتقديم 70 شهيد من رجال الشرطة المصرية المدنية، ليظل هذا اليوم يوما خالدا ويوثق تضحيات قوات الشرطة في هذا اليوم والتي استمرت لعقود وعقود وجيل يسلم جيل، كل هذه الأجيال تقدم نفسها وتقدم المزيد من التضحيات لرفعة راية هذا الوطن خفاقة. هذا اليوم هو يوم مشهود، هذا اليوم يحتفل به كل المصريين في كل ربوع مصر التي أصبحت واحة للأمن والأمان بفضل تضحيات قوات الشرطة المصرية ومكافحتها أيضا للإرهاب الذي أطل برأسه في السنوات الماضية، ولولا تضحيات قوات الجيش والشرطة المصرية لما كنا ننعم اليوم بهذا الأمن والأمان والاستقرار الذي تحقق في مصر الجمهورية الجديدة. الشرطة المصرية دائما ما تطور من نفسها من أجل أن تتواكب مع كل المتغيرات والتحديات الداخلية وتواجه أيضا التطور في الجريمة التي أصبحت يعني سرعان ما تتطور نظرا للوسائل التكنولوجية التي أصبحت تلجأ إليها مستخدمي هذه الجرائم تحديدا، لكن الشرطة المصرية لهم دائما بالمرصاد ودائما ما تتصدى لهذه الأفعال. في عام 2022 أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هذه الاستراتيجية التي تحفظ أمن وسلامة وكرامة المواطن المصري، وسرعان ما كانت وزارة الداخلية أول من استجاب لهذه الاستراتيجية تحديدا وتلبية نصوص هذه الاستراتيجية وانعكاسها على قطاعات وزارة الداخلية المختلفة. فإذا تحدثنا عن قطاع السجون في الماضي الذي أصبح الآن قطاع الحماية المجتمعية، ليس فقط تغير في الاسم ولكن تغير أيضا في الشكل والمضمون والجوهر، فنجد أن قطاع الحماية الاجتماعية أو المجتمعية هو قطاع يعني أصبح يضاهي المتغيرات الموجودة من أجل تلبية احتياجات المواطنين وأيضا من أجل رفع كفاءة نزلاء السجون لإعادة دمجهم مرة أخرى. فكانت مراكز الإصلاح والتأهيل هذه المراكز التي يتم فيها تأهيل النزلاء على أعلى مستوى وأيضا تعليمهم المزيد من
الحرف لكي يكونوا مواطنون يعني قادرين على العطاء لهذا الوطن، ويتم إصلاحهم وتأهيلهم مجددا للاندماج في الوطن. فنجد مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وغيره من المراكز الجديدة، الذي يعني بمجرد إنشاء هذه المراكز ما يتم غلق نحو 7 سجون من السجون بشكلها النمطي القديم. أيضا نتحدث عن تغير تام في كل قطاعات وزارة الداخلية لمواكبة المتغيرات الموجودة، تحديدا القطاعات الخدمية التي تلبي احتياجات وطلبات المواطنين، سواء كان قطاع الأحوال المدنية وأيضا خدمات المرور التي أصبحت خدمات ذكية. هذه الخدمات مزودة بالعديد من الرادارات التي تحمي المواطنين من السرعة الزائدة، وأيضا الوقوف في أعلى ومنازل الكباري، وهو الأمر الذي كان يسبب العديد من المشاكل. إذن نحن أمام شرطة مصرية جديدة متطورة، شرطة تليق بمصر الجمهورية الجديدة في عيدها الذي يوافق دائما 25 من يناير من كل عام. تحية شكر وتقدير وعرفان لهؤلاء الرجال الذين يزيدون بأرواحهم من أجل التضحية ومن أجل أمن واستقرار شعب مصر العظيم.